معايا الزميل عزيز شريف شعبان على الهاتف، هيطمنا على مران النادي الاهلي النهارده، هنكلمه في كل الفنيات. شريف اهلا بيك. اهلا بيك، تحياتي ليك يا كابتن ميدو ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وكل سنه وانت طيب. عام سعيد على حضرتك وعلى كل الاهلاويه وعلى كل المشاهدين. كل سنه وانت طيب شريف، وان شاء الله تكون سنه سعيده على كل المصريين. طمني بقى، اكيد كل الجماهير الاهلاويه عايزين يطمنوا على شكل التمرين الفني النهارده، وهل ظهر لاسارتي او اظهر لاسارتي شكله الفني في المران، ولا لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ كابتن خليني اقول لك ان هو كان حريص النهارده يشوف ارض الملعب، يشوف الجيم، يشوف اوض اللبس، يشوف كل كبيره وصغيره تخص فريق النادي الاهلي، يشوف الادوات، يشوف الكور، يشوف كل حاجه تخص فريق الكوره، يشوف المختص او يشوف الجهاز بتاع التلج بتاع الاستشفاء، يعني كل حاجه كان حريص يشوفها الراجل النهارده ويبني ملاحظات. دي حاجه. الحاجه الثانيه مبين من اسلوبه في التمرين ان هو عمل ثلاث تقسيمات صغيره او ثلاث مجاميع، التسلم والاستلام، وكان حريص طول فيها المده كتير قوي. وبعد كده هو عمل تقسيمه في وسط الملعب، تقسيمه صغيره برده من لمسه واحده، والضغط على المنافس، وينفع الكره الباص يطلع بشكل سليم. شكله تمام. بيحب المساحات يعني تبقى ضيقه شويه، ويبقى فيه الباص سليم يخرج من اللاعب بشكل سليم، لان ده اللي بيلعب النادي الاهلي يا زميل عزيز شريف، ده اللي بيلعب النادي الاهلي في معظم المباريات، تلعب في مساحات ضيقه، محتاج تطلع الباص سليم، مش محتاج تعمل اي ميس باص، فاكيد التمرينه دي صحيه جدا. اتفضل. كمان وكمان الباص لقدام مش لورا، يعني تمام. هو كان كذا مره وقف التقسيمه وتوجيهاته كلها الباص يبقى لقدام، ما ينفعش اللعيب يرجع الكره لورا. يعني شكله اتفرج على النادي الاهلي بشكل كويس، شكله تابع النادي الاهلي بشكل كويس، بانت قوي في التمرين بتاع النهارده. تمام تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه تالق كل اللاعبين، رمضان صبحي الوافد الجديد، محمود وحيد، محمد محمود، بجانب اللعيبه اللي موجوده، الكل بيتسابق عشان ياخد ثقه الراجل، الكل بيتسابق علشان خاطر يبقى ليه دور الفتره الجايه. هو اتكلم معاهم النهارده ان مش هيعتمد على اسماء، مش هيعتمد على الاعمار، اللي هيهمه كله اللي هيظهر معاه بشكل يناسب طريقه لعبه، بشكل يحيله في التمرين ان هو قادر على تحمل المسؤوليه، هيلعب، هيكون اول واحد موجود في التشكيل ايا كان سنه. يهمه تنفيذ فكره، يبان في التدريب عشان يلعب بعد كده في مباريات. وده الفكر الاحترافي. ده الفكر الاحترافي. تمام طبعا. تمام تمام. النهارده اجتمع مع اتفضل يا شريف، اتفضل كمل. هو اجتمع مع الجهاز الفني حوالي 20 دقيقه في ارض الملعب، يمكن نزل الساعه 4 الا ثلث، قعد مع الجهاز الفني لحد الساعه 4، نسبه اللاعبين قعد معاهم حوالي 5 دقائق زي ما قلت لحضرتك، عمل جلسات خاصه مع محمد هاني، مع وليد سليمان، مع رمضان صبحي، كابتن سيد حفيظ قعد معاه، عمل معاه جلسه، كابتن محمد يوسف، كلها على حده وكلها كل فتره، كابتن طارق سليمان وقف مع شريف اكرامي مثلا في نهايه المران حوالي 10 دقائق او 12 دقيقه، فتره كبيره جدا، كلها جلسات. الناس اللي شاركت امبارح في مباراه الداخليه تدريب لوحديهم مع مدرب الاحمال، شكل التمرين مختلف شويه، او ممكن يكون نتيجه واحده، بس هي مدارس مختلفه من كل البرازيلي غير البرتغالي غير يعني هي مدارس. فكلها مدارس مختلفه. المدرب الاحمال النهارده تمرينته شكلها مختلف شويه في الاحماءات، في الاسترتشات، شكلها مختلف شويه، ولكن طبعا المجمل واحد كرة القدم في العالم كله نتيجة واحدة، ولكن شكل التمرين مختلف شوية مع مدرب الأحمال. يمكن اللعيبة اللي شاركت يمكن النهاردة عملت الإطالات مع الراجل، وبعد كده دخلوا الجيم، وبعد كده خرجوا عملوا إطالات تاني، وبعد كده راحوا الاستشفى. يمكن يعني حاجة أنا ما شفتهاش، يعني الراجل ليه أسلوب، شكله جديد، أسلوب يعني يا رب بإذن الله الأسلوب ده يناسب لعيب النادي الأهلي الفترة الجاية، لأن فعلا النهاردة لو اتفرج على التمرين، لا لا لا، القصه مختلفه خالص، الكل عاوز، الكل بيكسر الدنيا. اللاعب الانجولي النهارده بيتالق وبيحرس هدف عالمي النهارده، جيلاردو بيبين ان هو جيلاردو بيبين ان هو لعيب كوره عنده امكانيات عاليه جدا، لعيب كوره قادر يصنع الفرق في اي وقت. تمام. لكن هرجع اركز على حته اللاعبين اللي لعبوا مباراه امس، وبتتكلم على الاستشفاء وطريقه الاستشفاء مع مدرب الاحمال. حضرتك بتقول لي ان هو عمل اطالات في الملعب، دخل الجيم، بعد كده طلع من الجيم عمل اطالات. الاول اطالات في الملعب وتمرينات واسترتشات، وبعد كده هو اتخذهم ودخل بيهم الجيم، وبعد كده طلع بيهم تاني عمل استرتشات تاني، وبعد كده دخل بيهم الاستشفاء. انا بشوف الفتره اللي فاتت كنت بشوف الفتره اللي فاتت ان هو بيحصل الجري حوالين الملعب، وبعد كده اطالات وخلاص. لا النهارده لا، القصه مختلفه شويه.
لو تشوف حتى يعني لو الكاميرا جابت لك انا ما اعرفش طبعا انت بتتصور هتلاقي حتى ايه لو يعني في جانب الشاشه كده اهوت هتلاقي حاجات كده الاورنج ديت من قبل التمرين هم عملوا المجموعه لعبت المباراه عملت التمرين الاسترتشات في المكان دوت يعني هو عمل مختلف عمل فك مختلف. عمل فك العضلات وبعد كده عضلات. اول عضلات في الجيم وطلع عمل استرتشات تاني ودي صحيه جدا وكان بيعملها مستر مانويل جوزيه ايام الاهلي وكان بيعملها كمان المدرب الكبير برضو كابرال برضو كان بيتبع نفس الاسلوب لكن كده بيقول ان هو في عنده شكل جديد عنده فكر جديد اعتقد ان هو من بدايه تمرينات شريف النهارده زي ما انت بتقول بينه للعيبه عايز يعمل تقسيمات في مساحات ضيقه عايز يعمل وان تاتش او مفيش ميس باص عايز يلعب لقدام مفيش رجوع لورا مع ان ساعات اللاعب لازم يرجع لورا لكن ماشي بيبقى ساعات بس احنا يعني اللاعب المصري عموما في الفترات الاخيره بيستسهل اللعب لورا اكتر بيلعب لقدام وانت بتكلمني احنا بنعرض دلوقتي الاسترتشات مش عارف مزبوط. دي كانت قبل الجيم او بعد الجيم تمام لا قبل الجيم دي كانت لسه في الاول خالص بدايه التمرين الاول او جايب لهم حاجه زي العصيان كده بيعمل استرتش للعضله الاماميه مظبوط تمام مظبوط انا بقول لك النهارده الشكل مختلف يعني الشكل مختلف التحضير بدري قوي يعني انا شايف الحاجات دي في الملعب مثلا محطوطه في الملعب من بدري من قبل التمرين حوالي بساعه الا ربع الشكل مختلف يعني القصه مختلفه الملعب ما ترشش يعني انا الملعب ما ترشش زي كل يعني كل يوم ملعب بترش قبل بدايه التمرين ملعب ما ترشش النهارده الراجل شكله وفكره مختلف شويه عن اللي قبل منه تمام الشكل اللي عنده كده هل في تعليق على اصابه احمد فتحي امبارح في النادي يا شريف ايه اللي حصل يعني اديني فكره بص يا كابتن ميدو يعني انا شايف السوشيال ميديا كله مقلوب على الدكتور خالد محمود والراجل يعني بيتحمل هجوم يعني ربنا يكون في عونه وانا انا ماليش كلام معاه علاقه بيه يعني الراجل بيأدي شغله وانا بأدي شغلي احنا لنا المصلحه العامه في الاول وفي الاخر طبعا والاهلي فوق الجميع زي ما بيقول يعني والناس كلها بتقول النهارده سالته على حاله المصابين قال لي رامي ربيع ومحمد نجيب يعني بتتكلم في اسبوع طب صلاح محسن وسعد سمير من اسبوعين يمكن اقل باذن الله كمان بداوا تمرينات الكوره قلت له طب احمد فتحي بقى وضعه ايه؟ قال لي يعني من 6 اسابيع يعني ممكن 7 كمان قلت له نفس الاصابه قال لي نفس الاصابه في نفس العضله الاماميه في تمزق في العضله الاماميه تمزق مش شد تمزق ومش شد عشان نوضح للناس لا. تمزق يحتاج من 6 لـ 8 اسابيع من 6 لـ 7 قال لي من 6 لـ 7 طب ازاي يا دكتور ده الراجل رجع وقال لي بص احمد فتحي قلب الاسد زي ما بيقولوا احمد فتحي قوي يخش يعني بعنف وبيلعب بقلب قوي فهو بيعمل حركات العضله ممكن تستحملها او ما تستحملهاش هو كجهاز طبي اي لعيب لا بقى خلينا نتوقف شريف بس عند كل كلمه لان احنا لازم نفهم الساده المشاهدين يعني ايه العضله تستحملها وما تستحملهاش دي مش في الكوره دي مش وارده في الكوره ان انا كدكتور انا بسلم اللعيب للمؤهل البدني المؤهل البدني ده بيبقى عباره عن حاجتين مؤهل في الجيم بيكمل شغل الدكتور تمام بيبقى مؤهل اللي هو التاهيل في الجيم بعد كده بسلمه للتاهيل في الملعب فانا كده دور الدكتور بينتهي عند تسليم اللاعب للملعب خلاص انا كده العضله سليمه المفروض ان انا اديها بقى احمال علشان تستحمل ضغط التمرينات وضغط الماتشات مظبوط بس لكن مفيش حاجه اسمها العضله تستحمل او ما تستحملش انا كدكتور كده انا اخريت مسؤوليتي ان انا سلمت اللعيب في الملعب مظبوط كابتن ميدو دلوقتي انا لعيب اتصبت الراجل بيشخص الحاله بالظبط يعني بيعمل اشاعات بيلاقي تشخيص نفس نتيجه التشخيص بتاعه ونفس نتيجه الاشاعه بالظبط في مثلا تمزق في العضله او في شد في العضله او الاشعه بتاكد كلامه او ما بتاكدوش بتاكد طبعا وكل التشخيصات بتاعته الفتره الاخيره الاشاعه بتاكد كلامه ادي نمره 1 نمره 2 ببدا العلاج طب العلاج محتاج من اسبوعين لثلاثه او من 6 لـ 7 ايا كان بيشتغل وبيعالج بعد ما بيخلص علاجه وبيعمل اشاعه بيشوف حاله العضله وصلت ايه بعد ظهور الاشعه الجديده بيقول ان لا خلاص مفيش العضله بقت سليمه ودي اسهل حاجه تخلي بالك يعني ده الجزء السهل في الاصابه ان انا بشخص وبعرف المده وبناء عليه بعالجها حسب الاجهزه اللي عندي كويس قوي في اجهزه متطوره جدا وفي اجهزه خلاص النادي الاهلي اعتقد ان هو في طريق ان هو يجيب احدث اجهزه طبيه في العالم كله عشان حكايه بالظبط وبناء عليه بخلص انا تشخيصي وعلاجي اتفضل مظبوط انا خلاص خلصت علاجي بيخش مرحله ثانيه بقى مرحله ثانيه ومرحله ثالثه مش بتاعت الدكتور خلاص الدكتور شخص وعالج والاشعه قالت خلاص العضله خفت او العضله اكتمل شفائها
مش قصه الدكتور بعد كده بقى في مراحل ثانيه بقى زي حضرتك تفضلت وقلت المراحل يعني الاصعب المراحل الاصعب طبعا وهو يعني الراجل يعني شايل كل حاجه زي ما بيقولوا يعني كل حاجه بتاعته كل حاجه بتاعته وجهازه الطبي وجهازه الطبي فيعني رفقا بالراجل احنا والله العظيم يا كابتن يعني انا ما يعني ما ولا صديق شخصي ولا يعني لا لا خالص خالص احنا بنتكلم والناس عارفه احنا بنتكلم ازاي طبعا 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 يعني هو احمد فتحي طبعا للاسف من 6 لـ7 أسابيع ربنا باذن الله يعني يوفقه الفتره الجايه وباذن الله يقدر يرجع بسرعه لان النادي الاهلي طبعا في احتياج لاحمد فتحي المركز بتاعه فيه لعيبه على قد المسؤوليه محمد هاني كريم نيدفيد باسم يعني لا لا باذن الله القادم افضل للنادي الاهلي اكيد رمضان صبحي ومحمد محمود شاركوا النهارده في المران كان شكلهم ايه في المران متاقلمين اكيد داخلين متعطشين للعب في النادي الاهلي مره ثانيه ومحمد محمود طبعا اكيد يعني داخل محمد التمرين محمود لا محمد محمود شكله لعيب كبير ما شاء الله صفقه معيار الثقيل ما شاء الله ماسك الخشب ما شاء الله ما شاء الله رمضان صبحي يعني حدث ولا حرج النهارده التمرين كان زحمه جدا في النادي والكل كان بيتهافت عشان يلتقط معاه صور السيلفي على الموبايل معجبين كتير فرمضان صبحي النهارده بيظهر قدرات خاصه في التمرين لاعب كبير لاعب هيفيد النادي الاهلي الفتره المقبله يستاهل كل حاجه زي ما حضرتك تفضلت وقلت ارقام اللي بتدفع فيه في اللعيبه دلوقتي خلاص بقت ارقام عاديه خالص بالظبط بالنسبه للدوري الانجليزي ده ما يعتبرش رقم يعني بصراحه طبعا والنهارده باين باين الثقل الفني لرمضان صبحي في التمرين باين ان الاهلي فعلا قدر يجيب صفقه هتعمل الفارق مع النادي الاهلي الفتره المقبله محمود وحيد النهارده بيتالق جدا مع جميع اللاعبين كمان اللي موجودين يعني الواحد يقول يعني اللعيبه فعلا الموجوده كلها القدام كلهم او الموجودين مستمرين من فتره النهارده كله كان بيتسابق عشان خاطر الراجل يبقى يلفت نظر للراجل ليه النهارده كل اللاعبين اللاعب الانجولي جيراردو يعني لا النهارده متالق جدا ولمسته كويسه في الكوره بيعرف يجيب جول من من, من من اسهل الطرق لا الدنيا الفتره المقبله في اختلاف كبير الفتره المقبله انا حاسس او شامم ريحه مانويل جوزيه جديد باذن الله على سيره المدير الفني للنادي الاهلي يا رب يا رب رمضان وقف على الكوره النهارده في التمرين يا شريف لا ما وقفش طب عايزين احنا عايزين نمرنه بقى ونفكره فكرنا معاه مدير كره قوي كمان هو مش هي بس باذن الله يفرحنا باذن الله يا رب يا رب يا رب باذن الله يا رب يا رب زميلي العزيز شريف شعبان شكرا جدا على هذه التغطيه المميزه ودايما مميز